السلام عليكم الاخوه الفلاح، كي دايرين؟ بخير الامور هانيه، الله يكمل بخير على الجميع. اليوم بغي نقدموا بعض النصائح على الزيتون الحوزي. هذه راه الحوزيه، هذه العمر ديالها ما بين 3 4 سنوات، يعني الحوزيه على 3 سنوات كتبدا كتعطينا واحد الولاده. دايره ماشي ما كتولدش هي خطره واحده، العام الاول تولد خطره واحده كاملها، كيبداو بعض البعضينات كيولدوا وبعضينات مازال، بعضينات كينضجوا كيبداو كيولدوا والبعض مازال. هذه من دوك الناضجات اللي بداو كيولدوا، ها هي كما كتشوفوا الكثافه ديال الولد ديالها، تبارك الله. راه الفيرما ملي تولي تجي بحال هكا راه تحمر الوجه، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. وبالنسبه للاشجار الاخرين كيبداو تيبداو يعطيو واحد النسبه ماشي كثيره بزاف، مي حنت الولده الاولى ما غاديش تكون والده مزيان. بالنسبه للولده الثانيه وملي كتكبر كلها كتبلغ راه كتولي فيها الولده مقاده. دابا راه مازال ما مقاداش فيها الولده، نظرا الاول اول عام ليها كتعطي. هذا راه اول عام كتذوق هذه الفيرما هذه، يلا عطات الغله العام الاول، الله يجعل البركه. المهم كتصيب 3 4 كتصيبهم معلمات، كتلقى وحده جوج مازال ما فيهمش وغادي الانتاج، في التالي كتقاد سميتو ديالها، كيتقاد التوازن ديالها، كتولي كلها كتعطي، كتبدا كتولي تولد. دابا بحال كيما كتشاهدو معانا هنا، هادو راه من دوك اللي مذوقات، وكاينه اللي مازال ما فيهاش. المهم حاليا هاد العام ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون فيها البركه، والعام اللي جاي غيكون حسن ان شاء الله. هي كتم غاديه وكتحسن الوضعيه ديالها عام على عام، العام على العام كتم غاديه كتحسن الوضعيه ديالها، ماشي بحال هاد الزراعه المكتفه كتعطي خطره واحده ولكن نهار كتمشي عاود كتمشي خطره واحده. كما تشاهدوا هذه مازال ما نجاتش، هي مازال هذه مازال ما فيهاش. هذه راه شويه بدات كتعطي شويه وغادي العمل. المهم نتمنوا عام يكون احسن من عام ان شاء الله الرحمن الرحيم. العام اللي فات يلا واحد ربعه اللي عطاونا شويه الزيتون، ربعه الزيتونات في 400، وهذا العام تقريبا غادي تكون واحد 50% اللي غتكون فيها الزيتون، والعام الجاي ان شاء الله نتمنوا تكون 100%. السلام عليكم الاخوه الفلاحه، تحية للجميع. فيما يخص الزيتونة الحوزية كما سبق وشرحت لكم، كتوصل مرحلة النضج، ملي كتنضج راه كتبدا كتعطي الغلة، وهي ماشي بالضروري انه النضج ديالها ما عندوش علاقة بالحجم، النضج ما عندوش علاقة بالحجم، كاين اللي كيكون الحجم ديالها مازال صغير، الطاي ديالها مازال صغير ولكن وصلت لمرحلة النضج، يعني بلغات، يعني راه تولد واخا مازالت هي في الحجم ديالها صغيرة. كما تشاهدوا معنا هنايا هذه هي تتبركم، هذه راه نجات مازالت صغيره في الحجم ديالها وراها بلغات، يعني وصلت سن البلوغ وبدات كتعطي الغله ديالها، تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. هذه هي هي وصلت السن ديال الولاده، بدات كتولد، كلهم شجيرات غاديين زوينين الحمد لله والشكر لله، وهذا فضل من الله، حنا غير سبب، حنا كنكونوا غير سبب، ما كان ماشي حنا يعني كنضمنوا شي حاجه، الكمال من عند الله. الانسان تيكون غير سبب
من الاسباب باش غادي تجيك واحد النتيجه زينه وتقول هادي راه بالفضل ديالي انا ولا بالمجهود ديالي انا. لا، الفضل ديال الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعطينا الرزق ديالنا باش نعيشه. كاين اللي ما مسخرش ليه الله ودار كاع جميع المجهودات وجميع سميتو، ولكن الله شاد ديك البركه ديالو ما كيجيبش الله. تبارك الله، كاينه الولده موجوده الحمد لله. المهم هذا العام غادي يكون زوين ان شاء الله على العام اللي فات. العام اللي فات 4 زيتونات في 400، وهذا العام هذا تقريبا راه واحد 50% اللي غادي تكون فيها الولده. وتحيه للجميع والمتتبعين كاملين، تحيه لهم وكنشكركم. واللي بغى شي معلومات يتصل بينا، راه الرقم كاين في الفيديو. وشكرا.